صلوا على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا من ذبحت من القفا في كربلاء، يا ليتنا ندرك قائمكم فنفوز فوزا عظيما. وجه الصباح علي ليل مظلم، وجه الصباح علي ليل مظلم، وربيع أيامي علي محرم، والليل يشهد لي بأني ساهر إن طاب للناس الرقاد فهوموا. ما خلت أن الدهر من عاداته، الله يساعد قلب زينب، والله ما زلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضم الضيغم، ويقدم الأموي وهو مؤخر، ويؤخر العلوي وهو مقدم، مثل ابن فاطمة يبيت مشردا. يقول والله ما سمع عالم من العلماء هذا البيت إلا ولطم على رأسي، مثل الحسين يبقى مشرد في الصحاري، مثل ابن فاطمة يبيت مشردا. وبعد ويزيد في لذاته يتنعم، ما حال الدنيا هكذا، والله يزيد في قصره وزينب بنت الحسين، وزينب اخت الحسين واقف امام باكية. سبحان الله، يقال بان يزيد قال لا تدخلوا زينب علي حتى تخبروني. يقول ارادوا ان يدخلوا زينب عليه، اخبروه ان زينب على الباب، قال ادخلوها، فادخلوها واذا بها ترى يزيد يضرب على ثنايا الحسين. يقول زينب لطمت على وجهها وجلست الى الارض ساكتة ملتفتة يمينا شمالا. الله يساعد زينب، والله يزيد مولاي يضرب على ثنايا الحسين. يقول زينب جلست على الارض تنظر يمينا وشمالا، يا إمامنا زين العابدين، قال لها عم مالي أراك هكذا، تقل له والله يا هات وجهت لي يزيد، تقل له والله أتمنى يا ابن أبو سفيان سبع القنطرة موجود، وين العباس؟ والله أتمنى يا ابن أبو سفيان سبع القنطرة موجود
ويشوفك قبال اليوم تضرب راس اخوي بعود. يقول ثم قامت وتوجهت الى امير المؤمنين نادت وعليا تقل ابويا صوت الجان ما ينسمع سمحو بويا علي ابو الغيرة بويا صوت الجان ما ينسمع سمحو بويا طول الجان ما ينشاف شافه وبعد بويا 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 خدر الجان والله خدر الجان ما ينداس داس الله وبعد تقل ابويا 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 نوين وين الدواوين ابويا على نوين وين الدواوين انا مخدرة عباس الله وحسين اي والله هي هي وانا مخدرة عبايا يا وحسين ها نخلك هالرواية هاي لاستجابة الدعاء وحق زينب. يقول اكو وحدة علوية هذه العلوية سافرت من زمان المن الى الشام يقول عدها ولد غلام صغير كفلقة القمر في يوم من الايام رجع من المدرسة من الدرس اماه اليوم يقولون عطلة مناسبة رسمية ما الخبر؟ قال لها أمه يقولون أكو سبايا دخلوهم للشام. الله قالت لأمه يمه أنت شفت ذول السبايا اسمح الكلمة هاي أو حضر حاجتك؟ قال نعم والله أمه مررت على خربة هؤلاء أمه العجب العجب رأيتها تلك المرأة كبيرة القوم مجرد أن نظرت إلى وجهها خرت دموعي على خدي. الله أمه قالت له روح يمه روح أسأل منين ذولا. راح وقف بين يدي زينب الله يساعد قلب زينب قال لها يا خالة أمي تقول أنتم من أي البلاد؟ يقول زينب لطمت على وجهها ونادت ومحمدا ذولا من المدينة أمه ذولا من المدينة. قالت له روح اسأل على خوالك على بيت علي روح اسأل عن زينب عن العباس عن الحسين. يقول راح هذا الغلام قال لها خالة إذا أنتم من المدينة أمي تقول أتعرفون بيت علي؟ يقول زينب نادت وعليا اي والله أنا أعرف بيت علي. ليش؟ قال لها أنا أمي علوية تقول إذا ذكر عرفين بيت علي تسأل أمي عن زينب وعن الحسين. يقول هذه زينب لطمت على وجهها قالت له أما زينب فأنا زينب اللي يحجون والله عني عني والله سلات المصايب ما سلني هي هي وردا على عيوني هي وعمني وبعد وأما تسأل عن الحسين فهذا رأس الحسين على القناة. الله يساعد زينب يقول تمشي وترى رأس الحسين قدامه تقول له أخي حكلمني أنا زينب البسبية والله يا حامل رأس حامينا ولينا 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 ريض خلت ودعنا اسكينا اسكينا أشوف حسين ساجد عن ونينا هي يا تقل طاب لو جرحايا يا تخدر إنا لله وإنا إليه راجعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية المباركة تحتوي على بحوث متعددة، نأخذ بداية وأول محطة في هذه الآية المباركة. الآية تقول وأنفقوا في سبيل الله. الإنفاق يعرف هكذا: كل إنفاق، كل مال يبذل في سبيل الله في جهة الخير هذا يسمى إنفاق. هسه سواء هذه الجهة جهة جهاد مثلا، واحد ينفق في الجهاد، أو لا لمسكين مثلا كالصدقة، هذه الصدقة تسمى إنفاق. الذي ينفق على عياله يسمى إنفاق. إذا كان هذا الإنفاق بنية خالصة سجل إنفاق في سبيل الله. طبعا الروايات هنا كثيرة ومتعددة، ولكن هناك فد رواية ملفتة للنظر، رواية فد عجيبة غريبة عن إمامنا الباقر سلام الله عليه. احنا تعودنا أن نأتي بشيء لطيف كل ليلة حتى نخرج بثمرة. إمامنا الباقر سلام الله عليه لما كان يتصدق بمال، شوف الحركة اللي يعملها الإمام، لما كان ينطي صدقة يعطيها إلى السائل ثم يأخذها منه يقبلها ثم يرجعها علماً إلى السائل. الإمام الباقر سواها مرة مرتين ثلاثة أربعة هذه الحركة. سألوه: يا ابن رسول الله، شو أنت تنطي صدقة ثم تأخذها من يد السائل تقبلها ثم ترجعها إليه؟ اسمع الحكمة في هذا. الإمام الباقر قال لهم: اعلموا أن الصدقة قبل أن تقع بيد السائل تقع بيد الله، يعني تقع برحمة الله، فأنا أخذها أقبلها كأني أقبل رحمة الله. عجيب، هذه الصدقة مولاي اللي يعطيها الإمام تقع بيد الله، يعني بيد رحمة الله. ليش؟ لأن احنا الله ما عندنا مولانا ليس كمثله شيء، فتقع بيد الله قبل أن تقع بيد السائل. شوف ايش قد الصدقة. ولهذا النبي اجفد انطانف الجدول مولاي. الله سبحانه وتعالى، قبل أن أقول هذه الرواية أرد ألفت نظرك لقضية ما. نحن نعلم أن هذا الإنسان، بس أريدك تلتفت لهذا الثمرة كلها مولانا، يعني كل البحث بهذه الكلمة جاي بهذه العبارة. الإنسان بما هو إنسان فقير، تقول لي تاجر أقول لك فقير، تقول لي رئيس دولة أقول لك فقير، تقول لي ما أدري شنو أقول لك فقير. ليش؟ لأن القرآن مولانا، مو أنا أقول، أنا ما أتكلم من يمي، القرآن يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أهل اللغة العربية يقولون هو، هاي هو ضمير، هو ضمير، هي وين ما تلقيها، وين ما تلقيها بأي جملة رأسا شو تقول؟ تقول مولانا وحق هذا العباس، هاي مبتدأ بدون ما تفكر ولا تباوع للجملة اللي قبلها ولا الجملة اللي بعدها، ما لك شغل. رأسا سمعت هو، هي، هما، هم، رأسا شو تقول عليها؟ مبتدأ بدون ما ترجع. هذا المبتدأ شو يحتاج مولاي؟ يحتاج خبر، صح؟ مبتدأ وخبر. هذا الخبر حكينا به، كلامنا بالخبر. يقول هذا الخبر اللي يجي من بعد هو إذا كان معرف بالألف واللام دل على الحصر، إذا كان مجرد عن الألف واللام دل على العموم. زين، يعني شلون؟ يعني الله لا إله إلا
هو الحي يعني الحياة معرفة بالألف واللام، يعني الحياة بيد من؟ بيد الله وحده. يعني عيسى لما كان يحيي الموتى بمن؟ بإذن الله. لاحظ العبارة شلون؟ هنا أن الإنسان بما هو إنسان فقير والغني هو الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يعني ماذا؟ يعني الغنى بيد الله. شاهد نقول يجي واحد يقول مولانا الناسك، واحد يقول أنا غني، أقول له مولانا هذا مسكين، واحد يقول هذا واحد يضرب له بطبل، شو أسوي له يعني؟ من يقول أنا غني مو بكيف مولاي. هذا لفظة الغنى هذا مصطلح مستنبط من الناس لا أكثر ولا أقل، وإلا هذا الإنسان فقير إلى الله. كل إنسان فقير إلى الله. الله سبحانه وتعالى بعد هاي المقدمة يعني هسه أثبتنا الإنسان شنو مولانا؟ فقير. وفي قبال هذه الفقر الإنسان الناس يحبون المال حبا، قد يقتل الإنسان من أجل ماله كما يذبح الطاووس من أجل ريشه. جيب لك طاووس مولانا هسه هلسه وذبه، ولا واحد يباوع عليه. بس إذا جبت لك طاووس مولانا ها وفذاك الجمال اللي عنده، كل الناس شو يسوي؟ تتعارك عليه. قد يذبح الإنسان من أجل ماله كما يذبح الطاووس من أجل ريشه. الناس يحبون المال حبا جما. إذن صارت عندنا ماذا؟ الإنسان فقير، وبعد شنو؟ والناس يحبون المال حبا جما. الله سبحانه وتعالى برحمته يستطيع أن يعطي للإنسان كل شيء، ولكن شو سوى؟ قال أيها الإنسان أنت راح تعامل بأسلوبك، أنت أيها الإنسان لا أعطيك ولدا حتى تنفق، ولا أعطيك عافية حتى تنفق، ولا أعطيك صحة حتى ماذا؟ تنفق، ولا أعطيك نظر حتى ماذا؟ تنفق. كل شيء تسويه حتى ماذا؟ يكون بالإنفاق. ولهذا إجا النبي أنطانا نموذج، أنطانا ماذا؟ أنطانا طريقة. ماذا قال؟ يستحب للمرء أن يتصدق في بداية الشهر وفي وسط الشهر وفي آخره. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال انفقوا وتصدقوا فإن الصدقة تدفع البلايا. أنت مو تخاف من البلايا؟ الله سبحانه وتعالى يقول لك أنا ما أدفع عنك هذه البلايا حتى تتصدق. هذا يوم للأيام واحد تعدى شايل له حزمة من الحطب على رأسه ويمشي. النبي قاعد ويا جماعته أصحاب أنصاره، يقول هذا مر رجال شايل له حزمة من الحطب، السلام عليك يا رسول الله. النبي قال له عليك السلام. النبي اتألم، قالوا له يا رسول الله نراك متألما ليش؟ قال هذا مسكين اكو افعى بين الحطب مالته، هذا راح ينزل حطب، هاي الافعى راح شو يسوي مولانا؟ تدغه فيموت. بعد النبي مولانا شنو قال؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي. يقول خذ له ساعه عدى هذا الرجال هم شايل حطباته، سلام عليكم. يقول النبي قال راح يموت. زين هذا رجع مولانا كل شيء ما بي. النبي شاف اصحابه واحد يظل يباوع بوجه الثاني، يعني شنو؟ عشان النبي وين كلامه؟ النبي قال لهم صحوا لي يا عمي، لا يسوون مشكله، هذا صحوا لي. صح قال له من رحت من هنا سويت؟ قال له يا رسول الله لقيت لي واحد فقير، انا جايب وياي زاد خبز وتمر، شنو اكل مولانا؟ خبز وتمر. قال له جايب وياي تمر وجايب فد خبز، جايب لفد شوية عيش، شفت لواحد فقير على الطريق وقفت انطيت نصف خبزتي ونصف العيش ونصف التمر، انطيت اياه قربة الى الله، قلت هذا فقير. قال له ايه وسويت بعد؟ قال له يا رسول الله وانا امشي كانت عادتي اجيب الحطب اخليه وافله، انا افتح الحزمة مالته. قال له هالمرة سبحان الله لما رميته انفتح عند الحطب وحده، وإذا بأفعى سوداء كانت بين الحطب فقتلتها. النبي التفت ماذا قال لهم؟ قال لهم بهذه الصدقة
دفع الله عنه البلايا. مولانا انت اليوم ما تحس، انت اليوم ما تحس، يعني اكو مصائب الله يدفع عنكم المصائب، الله يدفعها بمن؟ بالصدقة، خاصة اذا كانت هذه العائلة من ابناء رسول الله. هسه واحد يقول لمولاي وحد، يا مولانا وحد شلون وحد؟ انا كعربي انا اليوم تابع لاهل البيت، مو لما يجيني واحد يسالني بن من عم انت، اقول لك بالفلانه الفلانه 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 الفلانه، او اطول لك اياها بنص ساعه الا وصلك وين؟ ها للعرب وانتهى القضيه. بس من يجي واحد سيد مختصره، بن من عم انت؟ ابن محمد. هذا مولانا نسبه وين وانا نسبي شنو؟ اقعد انا تابع لهم، هذا اب عمه، هذا ابن ابنه، هذا ابنه قبل، هذا ابنهم، يعني هذا يوم القيامه انا دنك على الزهراء وهو شو يسوي؟ يباوع الجده فاطمه. هاي كانت عائله فقيره من ابناء رسول الله، راحوا عندها اطفال وضعتهم في مسجد وراحت. اكو رجال معروف في المنطقه والناس تقصده، فهي راحت له قالت له يابا ترى انا فقيره ما عندي، وبالتالي ترى انا علويه، يعني جدي رسول الله، جد علي بن ابي طالب ابوي الحسين، فانا محتاجه. يقول هذا طرده، قال يلا يلا النهار كله تفتر فوق روسنا، كل الساعه تجي وحده تقول انا فقيره يلا. يقول طردها، يقول من طردها خرت دموعها هاي. يقول مشت، طبعا هذا من كبار العلماء يذكر القصه هاي. يقول لما مشت خطوات واذا بها تشوف لفد واحد مجوسي من عباد النار، وبس عليه الخير مبين، سبحان الله الخير مبين على وجهه وعلى الخدم والحشم. يقول جده قالت له انت اذا اقول لك انا جدي رسول الله انت الله ما تعترف بي، بس انا عمره راح اقول لك امر الله، هذا الاسلام كله قام اجابي جدي انا، وانا اليوم ما عندي اكل وشرب، يعني جدي خلى الناس هاي كلها ماذا في مستوى كلها يشار لها بالبنان، وبعد واولاده ما عندهم اكل. وقال لها قالت له عندي اطفال ترى مخليتهم من مسجد المسلمين، ورحت لواحد مسلم طردني. يقول ودى الخدم مالته قام يجيبوا الاطفال، يقول دخلوهم بغرفه، كانت البيوت مولانا مفتوحه، البيوت داخل بالداخل مفتوحه تصير، هذا متعود يجيبوا له الغداء مالته ما لذ وطاب الوان متعدده، يجيبوا له وين يخلونه في صحن الدار. يقول يسمع طفله من اطفال هذه العلويه تقولها امه هذا الرجل الذاني. قالت له شلون؟ قالت له امه هذا ياكل الوان انا عمري ما شايفته، فأنا جوعانة وتأذيت من كثر الجوع. يقول هذا الرجل المجوسي أمر الخدم أن يحملوا كل هذه الألوان وين يودوها؟ للسادة. في عالم المنام ذاك اللي طردهم المسلم يقول رأيت رسول الله وهو ماذا حزين مهموم، قال لي ويلك كيف تطرد ابنتي؟ بنت شلون طردت أنت؟ قال انظر لهذا القصر، قال نعم، قال هذا قبل ساعات كان لك، الآن أصبح لهذا المجوسي، تقول عليه مجوسي أصبح إلى هذا. يقول هذا استيقظ بعد، أكو قرصة إجت منين مولانا؟ ها من نبي بعد يخاف، يقول دور، قال عم روح للمجوسي هذا جيبونا العلوية خل نرضيها. يقول راح بنفسه للمجوسي هو طرق الباب، لما انطلع عليه المجوسي قال تفضل، قال له اكو علوية عندك، هاي العلوية اريدها هي واطفالها. يقول المجوسي بكى قال له ان الذي جاءك فقد جاءني، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمد رسول الله. صدق مولاي، نقذت هذا الإنسان من الظلمات إلى النور. ولهذا يستحب للمرء أن يتصدق، خاصة إذا كان لك جار،
خاصة إذا كان هناك يتيم. مولانا يتيم سبحان الله. اليوم شوف لاعب مولانا لاعب جاك الشان هسه تجيب الرجال السمن جيبه على المنبر مولانا. جاك الشان مات تبرع إلى يتامى اليابان بكل أمواله. إيش قد أمواله مولانا؟ هسه اللي أتذكره ما يقارب بالسبعة ثمانية مليار دولار. أضرب أنت مليار دولار إيش قد مولاي؟ جاك الشان اللي خلص أفلامه مولانا عارك وكذا مو؟ لم هاي الثروة كلها وين وداها؟ إلى فقراء ويتامى اليابان. هسا عم مو سبعة مليار، مو سبعة مليار على الأقل أنت خلي لك كل شهر فد عشر دنانير عشرين دينار. أنت لما تقعد بين يوم ويوم صديقك يجيك فد اثنين سندويجة واحد بيبسي خلصت لك خمس دنانير. أنت بدل ما تدفع هاي مولانا الخمس دنانير خلي لك عشرين. ياخذ ضارب مع الله، ضارب مع الله، اشتغل مع الله. أنت مو تشتغل اليوم بالسوق لتربح، ها؟ ادفع مع الله، الله يقلك الصدقة بسبعين. يلا يا ربي هاي عشرين اعطيني سبعين واعطيها قربة إلى الله، لأن دمعة اليتيم مولانا كبيرة عند الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بس إذا مسح من مسح على رأس يتيم غفر الله ذنوب ما تقدم منه وما تأخر. ومن أبكى يتيما بقيت دموعه تحوم حول رأسه أو حول بيته حتى يهتز إليها عرش الرحمن. عرش الرحمن، عرش الله يهتز. ودعاء الفقير مولانا مستجاب عند الله. هذا عالم من العلماء يوم من الأيام مر على فقير انطاه، مر على فقير انطاه، لما انطاه مشى خطوات. هذا الفقير ايش قال له؟ قال له سيدنا اسال الله ان يحسن عاقبتك، اسال الله ان يحسن عاقبتك. يقول رجع هذا العالم طلع كل اللي بجيبه صفطين ضهيه. سيلو قال له مولاي ليش؟ قال له هذا دعاء مستجاب، هذا دعاء لافضل دعاء حسن العاقبه. اسال الله ان يحسن عاقبتك. وإلا أمير المؤمنين سمي بأبي اليتامى والمساكين. من إجا مولاي هذا العنوان؟ هذا العنوان ما أخذ من مؤسسة من المؤسسات، ولا طلع واحد إعلامي قال عنه والله هذا أبو اليتامى والمساكين. لا مولانا، علي بن أبي طالب سلام الله عليه كان يطرق الأبواب بابا بابا ويقدم الطعام إلى اليتامى والمساكين. الإمام زين العابدين كان يحمل الطعام على منكبه وهو ملثم. تدري واحد من البيوت، واحد من البيوت كان اللي كان هذا واحد مبغض إلى علي بن الحسين، يقول لما يطرق الباب عليه الإمام يفتح الباب ذاك الإمام يقدم له الطعام، شو يقول ذاك؟ يقول اللهم لا ترحم علي بن الحسين، يا أهل الطيب طعام علي بن الحسين. ما قطع عنا الطعام. يقول ما عرف أن هذا علي بن الحسين إلا بعد استشهاد الإمام. يوم يومين ثلاثة أربعة هذا بعد ما يجي، شو هذا جاب يقولنا بجيبنا الطعام بعد ما يجي. سأل يا بترى حتى احنا بعد ما يجينا، فعرفوا أن اللي كان يجيهم يا هو علي بن الحسين. أمير المؤمنين، هاي كلمة مولاي فيها أنا أحس المولان ما أعلم الغيب والله، ولكن أحس المكو أكو كلمات فيها استجابة دعاء رأس المولان. علي بن أبي طالب أراد أن يربي المجتمع. علي بن أبي طالب الوحيد الذي جمع عبادتين في آن واحد. هنيئا لك يا علي، جمع عبادتين، تصدق وهو ماذا؟ راكع. ما عند طب واحد فقير ولا واحد في المسجد عنده أموال. علي بن أبي طالب أشار بيده هكذا. أكو كلمة طه حسين محمد طه حسين الكاتب يدور على السوالف هاي. المهم طه حسين يقول شانتم الشيعة شلون تقولون على ابن أبي طالب إذا صلى أخشي عليه بعد ما يدري بالدنيا ينقطع؟ شو هذا السائل من صاح ما عندي شو مديده يعني سمعه؟ هم كلامه صحيح مو؟ سؤاله وجيه.
احنا شو نقول فيه؟ شو نقول احنا؟ نقول علي بن ابي طالب اذا صلى انقطع عن عالم الدنيا. هذا السائل وين شال مولانا؟ بعالم الدنيا. صح فقير مد الامام ايده. زين شال سمع يعني الامام اذانا يم الناس. واحد من ابطالنا من علمائنا الكبار قال له طه حسين تعال انا انطيك الجواب. هذا الجواب تاديبي لك هذا حتى بعد ما تعيدها. قال له علي بن ابي طالب في عقائدنا وين هو؟ انقطع عن الدنيا يعني وين؟ عند الله. قال له هذا السائل لما يصرخ ويقول جوعان صوته وين يوصل؟ قال عند الله. قال والله ان الله قد امر علي ان يعطيه صدقه. ان عليا قد سمع صوت السائل وهو عند الله. عند الله سمع مولانا. يقول نزل جبرائيل. شايف مرة يطلب لك واحد فرحان بشغلة مولانا؟ يقول اجا ترى جبرائيل هم يفرح مولانا. اجا فرحان يا رسول الله ماذا فعل عليه؟ رسول قال ايش سوى؟ قال له يا رسول الله الملائكة كلها ضاجة 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 فرح وسرور. قال ايش سوى؟ قال تصدق وهو راكع. تصدق وهو راكع. أعطى صدقة جمع صدقتين جمع عبادتين في وقت واحد لم يفعلها نبي من قبل أبدا. علي بن أبي طالب سلام الله عليه كان يعطي الصدقة والله. كان واحد من علمائنا يذكر هذه القصة من كبار علمائنا. روح راجع في كتب علمائنا تجد هالقصة موجودة. يقول هذا كان عالم من علماء النجف الأشرف سيد مطلوب السلطة في ذلك الزمان. هرب يقول خلى عياله حسن حسين اثنين عنده أولاد. يقول الكبير اسمه حسن والصغير اسمه حسين. قال لهم أبنائي أنا خليت لكم أكل وشرب ومصرف بس إذا طولت مدة سفري وجعتم روحوا إلى جدي علي بن أبي طالب ابكوا عنده هو راح ينطيكم لأن هو يسمى أبو اليتامى والمساكين. يقول ذولا قل عليهم الطعام بعد ما عنده حسن حسين مولاي. تعرف شنو حسن حسين؟ يقول وقف عند قبر الإمام سلام الله عليه. هذا العالم يذكرها. يقول قالوا السلام عليك يا جداه السلام عليك يا أبتاه أنا حسن وهذا حسين وأبونا سافر. أطفال مولاي بيتكلمون ترى يأذون القلب. قال أبونا سافر يا نور عيونه وإحنا جوعانين وأمنا أرسلتنا أبونا وصانا. يقول والله قد مدت لهم يد من داخل قبر الإمام. قال وعليك السلام يا حسن وعليك السلام يا حسين. أعطاهم أموال قال كل ما تحتاجون تعالوا وقفوا هنا. أقول لك يا سيدي يا مولاي ذولا أطفال اثنين كسروا قلبك هكذا؟ زين وين أنت عن أطفال ويتامى الحسين؟ أهل الكوفة يقدموا لهم الطعام طعام قدموا لهم طعام. زينب تباوع لطمت على وجهه صاحت يا أهل الكوفة إلا الصدقة علينا حرام. الله زينب زينب إن الصدقة علينا حرام. وين راحت وجهت للحسين تقول لأخويا تصدق الواذب علينا. خويا تصدق الوادم علينا وعطايا الخلق كلها من دينا خويا ابو علي. خويا والله ما خاب والله اللي يحتنينا يظل كل سنه يروح ويجينا. بيقدم على اليوم والله. يقول اجت مراه تحمل طعام دخلت على زينب وضعت الطعام. أطفال الحسين صغار جوعانين ركضوا للطعام. زينب قالت لهم يا أبناء الحسين رجعوا رجعوا
هذا طعام صدق علينا حرام. يقول هاي المرأة قالت أمة الله والله هذا الطعام مو صدقة. هذا قالت له مو صدقة شنو هذا الطعام؟ قالت له هذا الطعام نذر علي نذر علي. نذر عليك شنو سبب النذر؟ قالت له أمة الله أنا كنت وحيدة إلى أمي وأبي، أبوي أخذني إلى رسول الله. يقول لما سمع زينب نادت ومحمدا بكت زينب بكوا الأطفال الله. وبعد قالت لها رماني أبي عند رسول الله، قال يا رسول الله أنت وسيلتنا إلى الله وأنا ما عندي إلا هاي الطفلة. يقول قال رسول الله قال رسول الله أين ولد الحسين؟ يقول زينب لما سمعت نادت وحسينا الله حسين. هاي المرأة قالت أمة الله شو أنا أذكر الحسين تلطمين على وجهي هذول الأطفال يبكون. قالت قص القصة أكمل القصة أكمل القصة. قالت لها والله جاء الحسين ووضعني في حجره ووضع يده اليسرى على صدري همهم بكلمات لم أسمع كلمة واحدة ما إن أكمل كلامه حتى قمت أسمع أسمع حتى قمت من حجر الحسين وأنا من دون مرض. أبي قال يا رسول الله بأي شيء أجازيك؟ يقول بكى رسول الله وقال له حضر الطعام والماء البارد. حضر الطعام حضر الماء المن إلى يتامى سوف يدخلون إلى بلدكم هؤلاء لا يشربون صدقة ولا يأكلون صدقة الله. وقولوا لهم هذا من رسول الله. يا الله. يقول زينب قالت أمة الله انت ذا تشوفين الحسين تعرفينه؟ قالت اي والله. قالت أمة الله انظري الى هذا الراس على القناة. نظرت المرأة ونادت وحسينا. زينب انفجرت بالبكاء والله صاحيت والله يا حامل راس حامينا ولينا. الله الله. والله يا حامل راس حامينا ولينا يا ريض خلت ودع الاسكير. والله يا حامل راس اخوي حسين ونا 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 وخلي خواتي ودع الله. هاي مصيبة مولاي هاي مصيبة واحدة بعد. والله سمعت هذه الكلمة من كبار الخطباء يقول أن يزيد أمر بشد رأس الحسين على شجرة. مولاي رأس الحسين يشد على شجرة والأطفال بني أمية يرموه بالحجارة. زينب مرت ومعها رقية. رقية لما نظرت هذا الموقف نادت عم زينب قولي له لا يضربون رأس والدي. عم زينب قولي لهم لا يضربون رأس والدي. يقول تكلم رأس الحسين قال زينب زينب ابعد رقية عني والله قتلتني رقية. يا الله. يقول رقية قالت عمه قربيني الى رأس والدي. يقول قربتها الى الرأس ضمته الى صدرها تقل ابويا اثار الابو يا ناس خيم. والله اثار الابو يا ناس خيمة خيمة يفيع على بناته وحريمة. يا ويفيع على بناته
وحريمك يا الله وين حاجتك. بسم الله الرحمن الرحيم. إمامنا الصادق يقول: والله ما ذكر ما رفع دعاء وبدايته يا زهراء إلا وكان الدعاء مستجاب. يا زهراء يا زهراء يا زهراء أما يجيب المضطر إذا دعا أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. يا الله إلهنا ومولانا وسيدنا، نقسم عليك بأسمائك الحسنى وبصفاتك الكمالية وبأشرف الخلق إليك محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم شافي مرضانا يا الله. إلهي اقضي حوائجنا، حوائج الدنيا والآخرة. إلهي من جلس في مجلسنا هذا نساء ورجالا وشبابا وشيوخا، اللهم استجب لهم الدعاء. إلهي اشفي مرضاهم يا الله. إلهي واقضي حوائجهم يا الله. إلهي لا تقرجهم من هذه الدنيا إلا وأنت راضي عنهم يا الله. بولاية علي إلهي لا تحرمنا من الحسين وآل الحسين يا أرحم الراحمين. إلهي مؤسس هذا المأتم الشريف، إلهي ارحمهم واقضي حوائجهم واشفي مرضاهم وارحم أمواتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. والفاتحة مع الصلوات.